شعور الحمد لله يعني لا يوصف. هذا بيعمل تنافس كبير جدا جدا. هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تتفوق من جديد في مهرجان الإذاعة والتلفزيون. والله صراحة جدا جميل. فنانين وفنانات أنا كنت أتمنى أن أشوفهم يوم من الأيام. بأمانة من غير أي مجاملات بجنة في تنظيمه في استقباله كرم الضيافة وجود سمو الشيخ الله يحفظه يا رب خالد بن حمد الخليفة في حفل الافتتاح وتسليم جوائز فائزين بجائزة الدانة واستحداثها هذا بيعمل تنافس كبير جدا جدا. فعلى مدار 3 أيام استضافت البحرين أهم نجوم الدراما والإعلام في الخليج ضمن الدورة 16 من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون. مين أكثر حدا هيك انبسطت إنه شفته بالافتتاح من الممثلين؟ والله كلهم الحقيقة يعني ما أقدر كل اللي المبدعين اللي موجودين يعني أنا تفاجأت مثلاً بوجود أحمد زاهر كان أنا أحب هذا الفنان. كل المبدعين والله الحقيقة يعني ما أقدر أحدد شخص عن آخر لكن أحمد زاهر لأن كنت توني قاعد أشوف له مسلسل فشفته على الهواء ما كنت عارف أنه موجود. أيضاً أحمد بدير رائع يعني والأسماء الخليجية الموجودة يعني الحقيقة كلهم على العين وعلى الرأس. والله صراحة جداً جميل والشو جداً رائع بالذات أول يوم أنا انبهرت بالشو مرة انبسطت. أيوة والمهرجان رائع 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 جدا. فنانين وفنانات انا كنت اتمنى اني اشوفهم يوم من الايام. احنا الناس نطمح لهم زي ما تقولوا نرفع راس الفن من الصغر وانا كده سبحان الله في محبه وانا ليس معجب. قلت له انا ترى مو معجب انا محب. استاذ يوسف الجراح ابو طلال حبيبنا. وبنقدر نقول ان الدوره دي هي الاكبر فبلغ عدد الاعمال الاذاعيه والتلفزيونيه والرقميه والاعلان اكثر من 360 ووصل عدد الاعمال التلفزيونيه الدراميه ل 70 عمل خليجي وعربي. وقدرت البحرين تفوز ب 13 جائزه فئات مختلفة وحققت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية 10 جوائز إذاعية وتلفزيونية. ففاز برنامج محراب الحرمين بالمركز الأول في فئة البرامج الدينية وبرنامج مخيال في البرامج الحوارية. أما في فئة البرامج البيئية فاز طويق بالمركز الثاني ونفس المركز حصل عليه برنامج الشارع السعودي ضمن فئة البرامج الحوارية. وحصل برنامج دورينا غير على المركز الأول في فئة البرامج الرياضية ضمن برامج الطفل فاز برنامج بالفطرة. ألف مبروك على الفوز اليوم. احكي لنا عن شعورك وعن الجائزة. والله هو شعور الحمد لله يعني لا يوصف حقيقة خصوصا تفرح كثير لما تلفزيون بلدك هيئة الإذاعة والتلفزيون إنها في كل مهرجان دائما تكون هي ما أبغى أقول هي اللي تستحوذ لكن دائما نأخذ النصيب الأكبر في الجوائز. يأتي هذا المهرجان لدعم كل الكوادر الإبداعية من 25 سنة. كون اليوم يكون في تنافس أكثر وجوائز أكثر الحمد لله. إحنا أخذنا تقريبا في البرامج 7 جوائز في الإذاعة أخذنا 4 جوائز يعني تقريبا 10 جوائز. والفوز الكبير ده لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بيحطها دائما قدام تحدي للتطور والتقدم. الخطط المسؤولية زادت. شو النكست ستيب شو القادم؟ أكيد يا أحمد على فكرة إحنا هذه الجوائز تنتهي بالنسبة لنا مجرد فرحة الليلة. بعدها هذا زي ما ذكرت إنه يعطينا فعلا مسؤولية وين إحنا رايحين كيف تنوع في البرامج ترى هذه يعني ما هي سهلة. أكيد إن شاء الله إنه القادم أفضل إنه صارت الهيئة اليوم يعني أكثر رشاقة في كوادرها وفي دماء جديدة من الشباب والبنات يعملون في هذا القطاع في قطاع التلفزيون.